هعرض لك صورتين، هتختار صورة والصورة دي هتكمل معانا للي بعديها. ماشي. يلا بينا أول مجموعة معانا. ماشي. مين في دول لو عملت معاهم ثنائية درامية تكسر الدنيا؟ أنا بحب الاتنين جدا. لا أختار واحد، لازم أنا أختار واحد عشان يقول سقا. سقا حبيبي وعزة بحبه جدا. لا إيه منهزر ولا أعمل معاه؟ عزة ولا سقا؟ يلا لا الاتنين، لازم تختار واحد. ما هو أنا بحب الاتنين فعلا حقيقي. ماشي. أنا مثلت مع السقا وروب اضطراري، وعملت مع حصان الأسود، مثل مع عز. يبقى أحمد عز. أحمد عز مكمل معانا. اللي بعده بتصعب، عز ولا كرارة؟ كرارة أخويا برضه يعني. كرارة عملت معاه كلبش، وعملت معاه الاختيار، وعملت معاه روب اضطراري، فاختار عز. عز بقى يعني كرارة أخويا، بس طبع. احنا مثلنا مع بعض، اختار عز. عز تاني مكمل معانا. اللي بعد عز ولا محمد رجب؟ محمد رجب انا بحبه برضو. عز. عز مكمل معانا. اللي بعده عز ولا طارق لطفي؟ عز. اللي بعده عز ولا كريم فهمي؟ انا بحب كريم برضو بس عز. اللي بعده عز ولا عمرو يوسف؟ عز. عز كده. عز اخد الرهان. عز فكرة بحترم احمد عز جدا. لا جبار يعني. اكتر حاجة بتحبها له ايه؟ كل حاجات، كل افلامه بحبها. بحب ولاد رزق، وبحب الخلية، وبحب 365 يوم. بحب تعاون بين كورين؟ لا والله خالص، بس انا بحبه، بحب عز يعني. بحترم مجهوده في دقوق في الشغل، ومركز في شغله بس، وملوش في مواطرات. عمري ما سمعت عمري ما سمعت ان هو ليه تصريح بيجرح في حد. قافل على نفسه بالظبط. راجل ورياضي نجم يعني.